نلحم تحية رياضية لجميع الجماهير المغربية اللي تساندنا في هذه المقابلة الحاسمة. نتمناو من الطاقم التقني واللاعبين والإدارة يكونوا في المستوى ويلعبوا هذه المقابلة بواحد التركيز جد عالي، لأن مقابلة كتلعب في 90 دقيقة، هذه مقابلة تلعب ولا تربح ولا تلعب. إذا نتمناو من اللاعبين يكونوا في نهارهم باش يحققوا لنا هذا اللقب الثاني في تاريخ النهضة البركانية، ونهديوه للجماهير البركانية والجماهير المغربية، لأن بركان اليوم كتمثل ما تمثلش بركان وإنما تمثل المغرب كامل، الراية الوطنية. ونتمناو كذلك الوداد الفوز باللقب نتاع عصبة الأبطال باش يكون واحد السوبر إفريقي. مع من جيت تفرج؟ مع من جيت؟ مع باباك؟ ماماك؟ شكون؟ مع ماما.